مرحبا بكم. إذا نظرت إلى السماء لا يمكنك رؤية الحقل المغناطيسي للأرض، ولأنه غير مرئي للعين البشرية. ولكن ليس لأننا لا نستطيع رؤيته فهذا يعني أن هذا الحقل غير هام. إن العلماء يعرفون أهمية هذا العلم ويدركونه، ودائما ما يتابعون الحقل المغناطيسي، فهو يحمي الكوكب من أشعة الشمس الضارة والأشعة الكونية. وفي شهر يناير من العام الحالي 2019 حدثت أشياء غريبة لكوكب الأرض، ليقف العلماء في دهشة مما حدث. هيا لنعرف معا تفاصيل هذه الحادثة التي عرضت الإنسانية للخطر. ولكن قبل أن نبدأ، سجلوا أعجابكم بالفيديو واشتركوا بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. المجال المغناطيسي للأرض هو المجال المغناطيسي الممتد إلى الفضاء. المجال المغناطيسي يخرج من الأرض مع الرياح الشمسية للجزيئات المشحونة من الشمس. حجم الحقل المغناطيسي ما بين 25 إلى 65 مايكروتسلا على سطح الأرض. وبمعنى آخر، يشبه وضع مغناطيس مستطيل مسطح في نفس الزاوية في مركز الأرض. بمعنى تقريبا، هذه المنطقة عبارة عن ثنائي القطب المغناطيسي يتغير حوالي 10 درجات استنادا إلى محور دوران الأرض. يتغير المجال المغناطيسي للأرض بمرور الوقت، ولأن هذا الحقل المغناطيسي يتكون من حركة دوران الأرض. ومع ذلك توجد فواصل زمنية غير مؤكدة من حوالي مئات الآلاف من السنين. يتغير المجال المغناطيسي للأرض ويتقابل القطبان الشمالية والجنوبية. وقد لوحظت هذه التغيرات ولأنها تترك أثرا على الصخور، وقد وفرت هذه الملاحظة معلومات حول الحقول المغناطيسية الأرضية في الماضي. يساعد هذا النوع من المعلومات في دراسة نزوح القارات وأرضيات المحيطة بحركات الألواح. يحمي المجال المغناطيسي للأرض الأرض من الرياح الشمسية والجزيئات المشحونة من الرياح، وبالتالي فإن هذه الجزيئات الضارة لا يمكن أن تلحق الضرر بطبقة الجو العليا والتي تحتوي على طبقة الأوزون. طبقة الأوزون تحمي من الأشعة الفوق بنفسجية، ولولا وجود المجال المغناطيسي فلن تعمل البوصلات، ولأن البوصلات تعمل بالمغناطيس وتتوجه للشمال. الشمس تنبعث منها إشعاعات لا يمكننا حتى تخيلها، والمجال المغناطيسي للأرض يحمينا من هذه الإشعاعات. فبدون المجال المغناطيسي سوف نتعرض لهذا الإشعاع وسيكون له تأثير قاتل. ونظرا للمشاكل الحديثة العالمية، فإن المجال المغناطيسي للأرض العام يضعف حاليا. التدهور القوي الحالي يتوافق مع انخفاض بنسبة 10 إلى 15% على مدى السنوات 150 الماضية، وتسارع على مدى السنوات القليلة الماضية. وتقل قيمته الحديثة بنسبة 35% على الأقل عن الكثافة المغناطيسية للأرض التي تم الحصول عليها منذ حوالي 2000 عام. منذ عام 1991 تقوم الشبكة الدولية للمراقبة المغناطيسية في الوقت الحالي، والتي جمعت أكثر من 100 مرصد مغناطيسي أرضي مشابه حول العالم بتسجيل المجال المغناطيسي للأرض. ومع ذلك في عام 2019 واجهوا حدثا غريبا للغاية. الحقل المغناطيسي للأرض يتحرك باستمرار، لكن حركته الأخيرة أصبحت غير منتظمة. هذا مثير للدهشة للعلماء. الخبراء غير متأكدين بالضبط مما يحدث. القطب المغناطيسي الشمالي للأرض ينتقل من كندا إلى سيبيريا وفقا لتقرير نشر في مجلة نيتشر، فإن هذه الحركة قد تكون ناجمة عن التقلبات الكهرومغناطيسية العميقة في نواة الكوكب، وأن كتلة الحديد السائل سريعة الحركة قد تكون مسؤولة عن هذا التحول. من الطائرات الحربية إلى تطبيقات الواقع المعزز على الهواتف المحمولة، يتم استخدام القرائط المغناطيسية في كل مكان. وفي التاريخ الماضي تبين أن خطر المجال المغناطيسي للأرض اختفى مرة واحدة فقط. هذه الأحداث الأخيرة تزيد من احتمال وقوع كارثة نجت منها الأرض قبل 565 مليون سنة. لو لم يجد الناس حلا لهذه المشكلة لن يكون مستقبلنا مشرقا أبدا. قبل 565 مليون سنة أنقذ الله الكوكب من هذه المشكلة. هل تعتقد أن مثل هذه الكارثة يمكن أن تكون واحدة من سيناريوهات العالم المروع؟ شاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.